اليوم احنا في هذا الاجتماع تم مناقشة كتاب وزارة المالية والذي يتضمن عدم التعامل مع الشركات الأهلية والتعامل حصرا مع المصارف الحكومية والأهلية والمجازة من قبل البنك المركزي العراقي. اليوم كان الحضور لجميع رؤساء اللجان المعنية بالموضوع ومدراء العامين وكذلك نقابة الصحة والتربية من أجل الخروج بقرار مشترك وإعطاء رسالة لأبناء محافظة نينوى أن اليوم القرار الذي صدر هو ستقوم محافظة نينوى بإعلان إلى جميع المصارف الأهلية الرسمية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي من أجل تقديم عطاءاتها إلى محافظة نينوى وبالشروط الملائمة من أجل أن تصل هذه الرواتب بأسرع وقت ممكن، وكذلك تأكيدنا أن هذه المصارف يجب أن تكون لها منافذ متعددة كي يستلم الموظف في هاتين الدائرتين راتبه بشكل سهل وسريع، وكذلك تأكيدنا اليوم أن قضية الرواتب والاهتمام بها من أولويات الحكومة المحلية، وقد يكون حصل شيء من التأخير لكن هذا التأخير هو من أجل ضمانة وصول هذه الرواتب وتوزيعها إلى الموظفين في دائرة صحة نينوى وتربية نينوى. يعني لا شك احنا اليوم في وضع صعب واستثنائي، واليوم صفحات الفيسبوك الذي يقوم يعني بهذه التصريحات يعني أناس مجهولين يريدون حقيقة يعني أن يشوهوا مسيرة عمل الحكومة المحلية، واليوم لا شك أن هناك يعني جهات مغرضة وحاسدة لأداء الحكومة المحلية، وكذلك اليوم يعني الخلاف السياسي هو الذي يكون شغال في هذا الموضوع. احنا اليوم يعني نتمنى من الجميع أن لا يأخذوا أي تصريح إلا من خلال الموقع الرسمي لمحافظة نينوى ومن خلال السيد المحافظ وكذلك أعضاء مجلس المحافظة، لأن هم المعنيين بهذا الموضوع. حسام الدين عبار عضو مجلس محافظة نينوى.